طبعا في ناس كتير حاولت تعمل ابجريد من ويندوز 10 لويندوز 11، وعشان كده حملوا برنامج بي سي هيلث تشيك علشان يشوفوا جهازهم هيبقى يعني متوافق مع ويندوز 11 ولا لا، وبيتصدموا برساله ذس بي سي كانت ران ويندوز 11، على الرغم من ان جهازك ممكن تكون امكانياته اعلى بكتير من اقل المتطلبات لتثبيت ويندوز 11. حتى الناس اللي حاولت تعمل ابجريد مباشره من ملف الايزو كان بيظهر لهم مشكله ان لازم الجهاز يكون بيدعم التي بي ام. عشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل ابجريد من ويندوز 10 لويندوز 11 بسهوله وتتخطى كل المشاكل اللي فاتت دي، حتى لو جهازك ما بيدعمش التي بي ام او لو بيدعم التي بي ام. اهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده ان شاء الله هعرفكم ازاي تعملوا ابجريد لويندوز 11 بسهوله سواء جهاز الكمبيوتر بيدعم التي بي ام او لا. طيب، هو غالبا الاجهزه المصنعه قبل سنه 2015 مش بتدعم التي بي ام، والاحدث من 2015 طبعا غالبا بتدعم. لكن ازاي تعرف جهازك بيدعم تي بي ام او لا؟ هتيجي من الويندوز بكل بساطه، تدوس على زر الويندوز زائد حرف الار من الكيبورد، والنافذه اللي هتطلع دي هتكتب فيها تي بي ام دوت ام اس سي وتدوس اوكي. هتطلع لك ويندو جديده اسمها تراستد بلاتفورم موديول. لو مكتوب هنا كومباتبل تي بي ام كان نوت بي فاوند، يبقى جهازك مش بيدعم التي بي ام. ولو مكتوب هنا ذا تي بي ام از ريدي فور يوز، يبقى جهازك يدعم تي بي ام. الخطوه الجايه بقى هقول لكم ازاي تفعلوا التي بي ام من البايوس علشان نعمل ابجريد، والناس اللي اجهزتها مش بتدعم برضو يعني ما تقلقوش، هقول لكم ازاي يعني تتخطوا الكلام ده كله. هتعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر وتدخل على البايوس. طبعا انا يعني هجرب على جهازي، المذر بورد اللي فيه نوعها ام اس اي، لكن غالبا باقي الاجهزه هتلاقي الامر متشابه كتير. هتدخل من البايوس على سيتنجز، بعدين سكيورتي، بعدين تراستد كومبيوتنج، بعدين سكيورتي ديفايس سبورت، اعمل لها انيبل، وهتلاقي الاختيار اللي بعدها اي ام دي اف تي بي ام سويتش، اضغط عليه واختار اول اختيار. وخلوا بالكم ان الاختيار الثاني مكتوب قصاده ديسيبل، مش ده الاختيار اللي احنا عايزينه. بالمناسبه الاجهزه اللي بتشتغل بمعالجات انتل ممكن تلاقي الاوبشن في البايوس بتاعك اسمه بي تي تي او انتل بلاتفورم تراست تكنولوجي، وبيكون غالبا تحت اختيار اسمه ادفانسد بي سي اتش اف دبليو كونفيجريشن. بعد كده هتعملوا حفظ للتغيرات اللي حصلت في البايوس، وبعدين هنروح نعمل ابجريد من ويندوز 10 لويندوز 11 بطريقه عاديه، هتشوفوها في المرحله الجايه من الشرح. في الاول لازم نكون مجهزين الايزو بتاع الويندوز 11، النسخة اللي كانت مسربة او النسخة النهائية اللي هي متوفرة على الانترنت. لو النسخة مش موجودة عندك ممكن تحملها في اللينك اللي هيطلع يعني في الفيديو من حرف الاي اللي هنا او هنا، او ممكن من اللينك اللي في الديسكريبشن. تمام، الطريقة طبعا اللي احنا نشرحها اللي احنا هنعمل ابديت من ويندوز 10، اللي هو لو جبنا قائمة رن وكتبنا ويندوز فير او وين فير هيجيب لك ان احنا هنا شغالين بويندوز 10. هو طبعا زي ما هو واضح احنا هنستخدم الفايل الايزو ده في ان احنا نعمل ابديت لويندوز 11. اول طريقه ممكن تدوس رايت كليك على الفايل الايزو ده وتعمل له ماونت. تمام، هتيجي بعد ما تعمل له ماونت هتيجي في زيس بي سي، هتلاقيه موجود كده كانه يعني سي دي محطوط في جهاز الكمبيوتر. تمام، فهتقدر تفتحه وتشوف المكونات بتاعته من هنا، وده ملف السيت اب بتاع الويندوز 11 اللي احنا هنستخدمه علشان نعمل ابديت. تمام، تاني طريقه ممكن تستخدم اي برنامج يعني فك ضغط ملفات وتقول له اكستراكت هير، اللي هو يعني تفك ضغط الفايل الايزو لمجلد كده او لفولدر، وتدخل هتلاقي جوه منه ملف السيت اب دوت اكس اي برضه زي ما احنا عايزين. او الحل التالت، الحل الاخير وهو الحل الاصعب طبعا وما انصحش حد بيه، ان هو يعني يعمل الفايل الايزو ده بوت على فلاشه باستخدام مثلا برنامج زي روفوس او برنامج فينتوي او غيره. طبعا انت لو جيت دلوقتي تفتح ملف السيت اب علشان تعمل ابجريد لويندوز 11 هتواجهك طبعا المشكله المعروفه اللي هي ذس بي سي كانت ران ويندوز 11. فالحل اللي احنا هنعمله ان في فايل دي ال ال، هتلاقي لينك التحميل بتاعه في صندوق الوصف، هتاخد الفايل ده كوبي، وبعد كده هتروح في الملفات بتاعت نسخة الويندوز، وبعد كده تختار سورسز، وبعد كده بتيجي هنا تعمل له بيست. هنا زي ما بيقول لك ان الفايل موجود بالفعل، طبعا احنا هنبدله الفايل الجديد بالفايل الفعلي اللي موجود في النسخه، وده اللي هيخلينا نقدر ان احنا نعمل ابجريد بسهوله بدون ما تطلع لنا رسائل بتاعه ان جهازك لا يدعم التي بي ام او جهازك يعني ما بيدعمش ويندوز 11 من الاساس. بعد كده هتوافق على عمليه الاستبدال، هتضغط على ريبليس هنا كده. بعد كده هنرجع لنسخه الويندوز المفكوكه،
وبعد كده تفتح الفايل اللي هو setup.exe علشان نبدأ اللي احنا نعمل يعني upgrade لويندوز 11. بيتم التجهيز كده لفتح الفايل بتاع التثبيت او المسؤول عن تثبيت ويندوز 11. ننزل الويندو دي عشان نعرف نشتغل كويس. طيب من المفترض ان الويندو دي هي المسؤولة عن عمل انستول للويندوز 11. هتيجي تضغط على change how setup downloads updates. طبعا هتقول له not right now علشان يعني ايه الشرح ما يبقاش طويل في ان هو يعمل تحميل للتحديثات وينزل النسخة زي ما هي موجودة في الايزو بالظبط. تمام، علامة صح دي لو محطوطة يعني يستحسن ان انت تشيلها. بعد كده اضغط على next. بعد كده هتيجي الشروط دي هتضغط على accept. هنا بيقول لك ان هو ready to install، وطبعا بيقول لك انت عايز تخلي ايه من الويندوز القديم اللي هو ويندوز 10. فهتقول له change what to keep. احنا كنا شرحنا القصة دي طبعا قبل كده في فيديو سابق، اللي متابع القناة يعني هيفهم الفروقات الجوهرية بين الثلاث اختيارات دول. لكن مبدئيا احنا هنختار اول اختيار طبعا اللي هو keep personal files and apps. ده اللي بيخلي كل الاعدادات بتاعت الويندوز بتاعتك موجودة زي ما هي، من ضمنها الملفات والبرامج اللي موجودة على الديسكتوب وفي السي كلها عموما او الدرايف السي كله. تمام، وبعد كده بنضغط على next. بعد كده بتدوس على install. طبعا هو بيعمل installing windows. العملية ديت زي ما هو بيقول لك كده بتاخد يعني شوية وقت، this might take a while. تمام، والكمبيوتر بتاعك هيعمل ريستارت اكتر من مره. طبعا هتستنى لحد ما العد ده او البروجرس دي او العمليه تكمل من 1% لحد 100%. تمام، زي ما هو واضح وزي ما انتم شايفين كده الشعار بتاع ويندوز 11 الجديد هو الشعار الجديد بتاع الجهاز. طبعا اول عمليه لفتح الويندوز يعني بتاخد برضو شوية وقت بسيط كده، ممكن يمتد لدقيقة او لدقيقتين. الابجريد شغال، كاتب هنا working on updates و 30%. طبعا احنا لازم نستنى لحد ما يبقى 100%. وهنا بيقولك please keep your computer on، يعني خلي جهاز الكمبيوتر بتاعك مفتوح، ما تحاولش ان انت تقفله حتى لو المرحلة دي اخدت وقت. تمام، المرحلة دي بتاخد وقت طبعا على حسب سرعة القراءة والكتابة في جهاز الكمبيوتر وكده. وزي ما انتم شايفين تحت خالص كده مكتوب your computer may restart a few times، يعني جهاز الكمبيوتر ممكن يعمل ريستارت مرة كمان او اكتر من مرة لحد ما العملية بتاعت الابديت من ويندوز 10 لويندوز 11 تنتهي بنجاح. كده ويندوز 11 بيقول هاي اهوت getting things ready for you. كده اللي هو ده يعني السيتاب او الرسائل الويلكم اللي بتظهر مع بعد الابجريد او بعد تثبيت اي ويندوز جديد. دي طبعا مألوفه معروفه للكل. كمان المرحله دي يعني شويه تحميل كده بسيط بياخد يعني دقيقتين ثلاثه. بيقول لك انا بليز كيب يور بي سي اون اند بلاجد ان، يعني خلي جهاز الكمبيوتر بتاعك شغال ما تقفلوش ابدا لحد ما العمليه دي يعني يحصل فيها شويه تثبيت للتحديثات بتاعت يعني بتاعت ويندوز 11 الجديد. زي ما انتم شايفين كده ده ويندوز 11، نفس الديسكتوب نفس الفايلات اللي كانت يعني اللي احنا كنا شغالين عليها على ويندوز 10. طيب ممكن يكون انت عندك شويه تساؤلات، هل انت تقدر تستخدم الفايل الدي ال ال ده علشان تسطب من الفلاشه؟ تمام، تسطيب اللي هو نيو انستوليشن يعني كانك بتنزل ويندوز 11 جديد. الإجابة لا، للأسف الفايل الدي ال ال ده هيساعدك ان انت تتخطى المشكلة بتاعت ان ويندوز 11 مش مدعوم في جهازك من خلال الطريقة اللي هي الان بليس ابجريد، اللي هو انت بتعمل ابجريد من ويندوز 10 وهو شغال لويندوز 11. تمام، انما في النيو انستوليشن او التثبيت الجديد طبعا في طريقة تانية مختلفة عن كده، ممكن نبقى نشرحها في فيديو جاي ان شاء الله. لو كده اكتبولي في كومنت وانا اشرح الطريقه. تمام، احنا دلوقتي على ويندوز 11 اهوت وعملنا ابجريد. نفترض ان انت حبيت ان انت تتراجع وترجع لويندوز 10 تاني بنفس الطريقه بدون ما تخسر اي بيانات، فده طبعا ممكن وسهل جدا. الاجابه تقدر ترجع لويندوز 10. طيب هتعمل كده ازاي؟ هتيجي على زر ستارت منيو تضغط عليه، بعد كده تختار سيتنجز او الاعدادات، او تدوس رايت كليك على زر ستارت وتختار سيتنجز مره واحده. بعد كده هتضغط على ابديت اند سكيورتي. بعد كده هتيجي هنا على حاجه اسمها ريكفري. زي ما انت شايف كده هنا بيقول لك جو باك تو ذا بريفيوس فيرجن اوف ويندوز 10. تمام، بمجرد ما بتضغط على جو باك هنا بتقدر ترجع لويندوز 10 مره تانية. طيب تعال نجرب سوا، هنضغط على جو باك
هنا بيقول لك ليه انت عايز تعمل جوينج باك، ليه عايز ترجع لويندوز 10. هتختار مثلا اي اختيار هنا وليكن اختيار عشوائي، او لو انت عايز تكتب حاجة معينة ممكن تختار for another reason دي وتقول لهم tell us more، ده تكتب فيه هنا انت ليه عايز ترجع لويندوز 10 من ويندوز 11، تمام. او ممكن اللي انت تتجاهل القصة دي خالص وتشيل علامات صح دي، لا هنا لازم تختار حاجة، فممكن تختار اي حاجة عشوائية عادي وبعد كده تدوس على next. هنا بيقول لك يعني قبل ما انت يعني ترجع لويندوز 10 ممكن لو بتواجهك مشكلة نعمل ابديت يمكن المشكلة تتحل، فانت طبعا هتقول له نو ثانكس، معلش رجعني لويندوز 10. هنا بيقول لك قبل ما ترجع يعني لويندوز 10 في بعض البرامج اللي هي الجديدة في ويندوز 11 هتتحذف، تمام، وممكن تحتاج ان انت تثبتها من جديد او اي تعديل انت عملته على ويندوز 11 هيروح، تمام. وبيقول لك هنا انت ممكن يعني تخسر شويه اعدادات اللي انت لو انت عدلت يعني اعدادات او ثبتت برامج جديده في ويندوز 11 بعد ما عملت ابديت يعني الويندوز 11، كل ده هيروح، لكن طبعا ملفاتك وحاجاتك كلها هتكون يعني هتكون موجوده بشكل طبيعي لما ترجع لويندوز 10. طيب هنضغط على نيكست. هنا يعني دي حاجه ليها علاقه باليوزر والباسورد بتاع الويندوز، لو طلبهم منك لو انت داخل بالمايكروسوفت ويندوز اكاونت بتاعك او بالمايكروسوفت اكاونت، هتضغط على نيكست وبعد كده هتضغط على جو باك تو ايرليير بيلد. الويندوز طبعا ويندوز 11 هيعمل ريستارت. هنا طبعا الويندوز بيعمل ريستورنج للبريفيوس فيرجن او بيعمل استعاده للاصدار السابق من نظام ويندوز اللي هو ويندوز 10 طبعا اللي كان متثبت اللي احنا عملنا منه ابجريد. العمليه دي برضو بتاخد من دقيقتين لثلاثه على حسب يعني سرعه جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما انتم شايفين كده رجع الشعار اللي هو المنبعج ده بتاع ويندوز 10، وكده يبقى احنا رجعنا لويندوز 10 في حاله لو واجهت يعني واجهتنا شويه مشاكل في ويندوز 11 او ما عجبناش ويندوز 11 لاي سبب كان. يعني الويندوز طبعا بيفتح زي ما انتم شايفين الخلفيه اللي هي مشهوره بتاعت ويندوز 10. زي ما انتم شايفين ويندوز 10 رجع ملفاتنا اللي على الديسكتوب زي ما هي. طبعا الامكانيه اللي انت تعمل جو باك من ويندوز 11 لويندوز 10 دي ما بتكونش متاحه الا لمده 3 ايام، يعني بعد ما تعمل ابجريد من ويندوز 10 لويندوز 11 بعد كده مش هتقدر تعمل جو باك الا اذا يعني سطبت ويندوز 10 من اول وجديد. فيعني انت تحاول بعد ما تعمل ابجريد تجرب ويندوز 11 كويس، تشوف دنيتك فيها ايه، عجبك بتكمل معاه، ما عجبكش بترجع تاني لويندوز 10 ويا دار ما دخلك شر. لكن طبعا محدش يقلق، توافق البرامج وكل شيء تقريبا يعني مشترك ما بين ويندوز 10 وبين ويندوز 11 بدون مشاكل. كل البرامج اللي انت بتستخدمها هنا هتقدر تستخدمها في الجديد. بس كده استمتعوا بتجربه ويندوز 11، لكن ما تنسوش اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا طبعا زر جرس التنبيهات للكل. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.